ما شاء الله تبارك الله أخواني، تم قص وصقل أندر وأجمل عقيق على مستوى العالم من جبال الإمارات، الذي يشبه في شكله الكعبة المشرفة. تذكر أخواني الحجر العقيق الخام الذي عرضته عليكم من قبل؟ هذا هو، قطع على 4 فصوص جميلة، خاتمان وسلسلتان عنق، وترى جمال السلسلة في العنق شكل الكعبة المشرفة، وفي زواياها شكل المشم، والزاوية الأخرى شكل الحجر الأسود. والله أخواني هذه الأشياء لا تقدر بثمن، وهذه المرة أريد رأيكم أخواني، شو أسوي بهذه التحف الجميلة؟ أو وين أروح بها؟ أخوكم سيف الصري.